السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم مع درس جديد من دروس التربية الدينية الإسلامية. ودرسنا اليوم بعنوان يسر الإسلام في الصلاة. هتكلم عن يسر الدين الإسلامي في الصلاة. في الأول كده بقولك إن الإسلام سهل للمسافر إقامة الصلاة بقصرها، فيصلي قصرا كل من الظهر والعصر والعشاء ركعتين فقط. عندي هنا إن الإسلام سهل للمسافر إقامة الصلاة بقصرها، إن هو يصلي كل من الظهر والعصر والعشاء ركعتين فقط. دي الفروض اللي هي إيه عندي بيكون فيها الصلاة 4 ركعات، فبيصليها هو ركعتين إذا كان إيه مسافر. طيب، في عندي هنا سؤال بيقول أذكر الحديث الذي يبيح للمسلمين قصر الصلاة. الحديث عندي بيقول عن ابن عمر رضي الله عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. قبضه هنا أي أماته. يعني عندي هنا الرسول في أثناء السفر كان يصلي ركعتين، سواء كان الظهر أو العصر أو العشاء طبعا، تمام، ومثله أبا بكر وأيضا عمر. السؤال التاني بيقول لي ما شروط قصر الصلاة؟ إيه الشروط اللي بتخليني أنا بدل ما أصلي مثلا 4 ركعات أصليهم ركعتين بس أثناء السفر؟ أول حاجة عندي النية في السفر لمدة لا تزيد على 3 أيام. تاني حاجة تكون مسافة السفر 81 كيلومتر فأكثر. تالت شرط القصر يكون في الصلاة الرباعية فقط، فيصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتان والمغرب والفجر كما هما. يعني أنا هصلي الصلاة الرباعية اللي بتكون 4 ركعات زي الظهر والعصر والعشاء، تمام، دول بصليهم ركعتين فقط، إنما المغرب والفجر بصليهم عادي بعدد إيه ركعته. طيب السؤال التاني هنا عندي بيقول ما أسباب الجمع بين الصلاتين قصرا وشروطه؟ أول سبب عندي السفر، إذا حدث قبل وقت الظهر أو قبل مغيب الشمس. المرض، إذا توقع المريض مشقة. المطر والبرد والرياح وتراكم الثلج. يوم عرفة عند أداء فريضة الحج، حيث يصلي الحاج الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمرة، ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة. طيب شروطه عندي هنا هو الجمع يكون بآذان واحد وإقامتين لكل صلاة إقامة مستقلة. ما أنواع الجمع بين الصلاتين؟ عندي نوعين من أنواع الجمع بين الصلاتين. أول نوع عندي هو جمع تقديم، حيث يصلي العصر قبل وقته مع الظهر، كذلك العشاء قبل وقته مع المغرب. ده اسمه جمع تقديم، يبقى أنا أصلي العصر قبل وقته مع الظهر، كذلك العشاء قبل وقته مع المغرب. تاني نوع عندي هو جمع تأخير، فيصلي الظهر بعد وقته مع العصر، وكذلك المغرب بعد وقته مع العشاء. السؤال التاني بيقول اذكر الحديث الشريف الذي يدل على ان الرسول واظب على قصر الصلاة. الحديث بيقول ايه؟ عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف ولا سفر. السؤال التالي، هل يباح للمسافر بأي وسيلة قصر الصلاة؟ نعم، بالطائرة وبالسفينة وبالسيارة والسير على الأقدام. يبقى أنا عندي دي الوسائل بتاعة السفر التي بتتيح للمسافر أنه يقوم بقصر الصلاة.
كيف يحدد الراكب في السفينة والطائرة قبلته؟ إزاي المسافر بيحدد قبلته وهو راكب سفينة أو طائرة؟ يتوجه المصلي في السفينة أو الطائرة إلى القبلة إذا تيسر له ذلك، وإذا لم يتيسر لك ذلك ودارت السفينة يستمر في صلاته إيه أيضا. السؤال التالي عندي بيقول لك: علل الصلاة فرض لا عذر فيها. يعني الصلاة ده فرض ما مفيهوش أعذار، أو أنت ما فيش ليك عذر إن أنت ما تصليش. الإجابة: لأنه من عجز عن الصلاة قائما يصلي جالسا. السؤال التالي: أذكر الموقف النبوي الذي يدل على الصلاة جائزة على أي مركبة. الموقف هنا بيقول لك: روى أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته والسماء تمطر من فوقهم والأرض مبتلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن ثم تقدم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. ما منزلة الصلاة بين أركان الإسلام؟ ما منزلة الصلاة بين إيه أركان الإسلام؟ أهم ركن في الإسلام، يبقى مكانة الصلاة عندي هنا بين أركان الإسلام كلها إن هو أهم ركن في الإسلام بعد الشهادتين، وهي عماد الدين، وأمر الله المسلمون بإيه بأدائها. عندي سؤال متفوقين أعزائي الطلاب، بيقول: ما مظاهر يسر الإسلام في الصلاة؟ ما مظاهر يسر الإسلام في الصلاة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.